السلام عليكم، محمد عبد الله معاكم فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن اهم الاخطاء اللي بيقع فيها اللعيبه في الجيمات او في اول فتره الكورس. خليكم معانا. طيب احب اشكر جدا الناس اللي بتدعمني وبتديني تعليقات ايجابيه، وشكرا جدا ليكم، وشكرا للناس اللي بتخليني يعني اعرف ادي محتوى كويس. وطبعا في شخص بحب اشكره يعني الفتره اللي فاتت اداني دعم كبير جدا، مع يعني اول مره اخد الدعم ده، فشكرا جدا ليه. دلوقتي يا رب بس ان انا اعرف احط الاخطاء كلها، لان انا حاسس ان هسقط حاجه كده ولا كده. بس ان شاء الله هنتكلم على الاخطاء دي كلها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الفيديو ده اصلا المفروض كان ينزل من يوم الجمعه اللي فات، بس انا كنت اتاخرت وحصل شويه مشاكل وكده، فمعلش اعذروني. احنا دلوقتي هنتكلم عن الاخطاء اللي الناس بتواجهها اول لما تنزل. في ناس مثلا لما تبتدي تعمل كورس او تفكر تعمل كورس، فتبتدي تاخد اي حاجه، يبتدي مثلا الكوتش يقول لك ايه، انا هديك سوستانون وتست بربونات وتست بلند، ده هيعمل معاك شغل حلو كده، وانت زي العبيط تقوم رايح جايب الكلام ده كله. فاحنا هنقسم الفيديو الى اجزاء. اول جزء هنتكلم عن التستوستيرون وازاي تحدد كميته، الى ما تاخدها ولا ما تاخدهاش. طيب الخلاصه اللي بيحصل ان في ناس بتقوم واخده التست يقول لك انا هضرب لك 2 مثلا سنتي سوستون في اليوم، يعني في المره هتاخد 500 ملي جرام، وهناخد 3 مرات في الاسبوع. فيا لهو، عارف يعني تاخد 1500 ملي جرام؟ ده يعني كميه كبيره جدا، وهتاخدها بلا سبب، مش هتعمل معاك حاجه. فاول حاجه كميه التست ما تبقاش عاليه من اي نوع، ما تعديش 500 ملي جرام لو انت في الاول، او 250 كمان. فانت طالما في الاول ما تعديش ال 250 او ال 500 بس، مش محتاج اكتر من كده. بمعنى ان انت واحد مبتدئ، لو هتاخد سيتو تستون هتاخد منها 2 بس في الاسبوع، حد و4 مثلا، سنتي وسنتي وخلاص. هتاخد تيست بروب مثلا تركيز 100، هتاخده 3 مرات بس في الاسبوع. البروب بيتاخد يوم بعد يوم، فلازم نخلي بالنا من النقطه دي. بيبقى في اسبوع في يعني تاخده حد تريح الاثنين، تاخده الثلاث تريح الاربع، وهكذا. فلازم نخلي بالنا قوي من النقطه دي. السوستانول نفس الكلام، هتاخده بس مرتين في الاسبوع. السايبونكس او السيبونات السايبونات اي حاجه نفس الكلام. فالتست بليند نفس الكلام، تيست ميكس هتاخد منه سنتي بس في الاسبوع كفايه، اللي هو تيست ميكس تركيزه 400. بس انا ما بحبش الميكسات والكلام ده عشان الاسترز فيها كتير، فانا ما بعرفش ان انا احدده. انا بحب ابقى داخل عارف اللي قدامي محدد ان انا اخد كميه قد كذا. فالتست بليند هتلاقي مثلا شويه بيمتصوا دلوقتي، شويه بيمتصوا بعد 3 ايام، شويه بيمتصوا بعد شهر، ف مش منطقي يعني. فدي اول حاجه بالنسبه للتست. تاني حاجه بالنسبه للضرب الموضعي، كباتن كتير تقول لك ايه، تعالى هضرب لك موضوع علشان الموضوع هيخليك وهيخليك. طب يا جدعان الموضوع زيه زي الاليا بالظبط، انت سواء خدت باي سواء خدت تراي سواء خدت كتف، ما هيتوزع على الجسم كله. فاحنا المفروض نبقى عارفين دي قاعده ثابته، ان هو خلاص. طب ما معلش لو احنا على طول بناخد في الاليا اللي هي الجلوتس يعني، فهتبقى اكبر حاجه في الجسم، مش كده يعني. وطبعا دي امن مكان، عضله كبيره مش هيحصل فيها اي عدوى، مش هيحصل فيها زي تورم، مفيش الكلام ده خالص. فانا خلي بالي من النقطه دي. تاني نقطه معانا الحاجات اللي هي التابلت، الاورال استرويد زي الانافار، الدي بول، تي بول، انادرول، الكلام ده كله لازم تاخد معاه تيست، ما ينفعش تاخده لوحده. لسبب حاجه بشرحها للمره المية، انت لما بتاخد الكلام ده من بره اشاره بتروح للمخ، اللي هو هرمون الاف اس اتش والال اتش ما بيفرزوش، فبالتالي الخصيه ما بتشتغلش. فانت لما تقول لي هاخد الكلام ده الخصيه ما بتشتغلش، فلازم تدخل تيست من بره عشان يعادل الكميه بتاعت جسمك. لكن انت لو خدت الدي بول مثلا التيست هيقل، الاستروجين هيزيد، هتلاقي عندك ووتر تنشن عالي، هتلاقي جاينو، هتلاقي حاجات كتير. فاحنا خلي بالنا من النقطه دي، بلاش اورال استرويد لوحده. الوحيد ممكن تاخده لوحده الانافار لانه ضعيف جدا، وانا ما بحبش الكلام ده يعني لوحده، بس في ناس تبقى خايفه ومش عارف ايه فبنمشيها لهم كده. فبعد اذنكم اوعى 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 الكرسي يبقى من غير تيست، ده حاجه اساسيه. بس تقول لك لا انا مش هاخد التيست عشان اوقف الخصيه، ما انت كده كده لو خدت اي استرويد في العالم هيوقف الخصيه. فلازم نخلي بالنا من النقطه دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه الانواع اللي هو زي الترمبلون، حاجات الشورت استر عامه الناس فاهمها غلط. الشورت استر لازم بيتاخد يوم بعد يوم، ما ينفعش انت مثلا تقول ايه انا هاخد تيست بروب مره في الاسبوع او مرتين. انت قلت لي ما تاخدش اكتر من 2 سنتي، ماشي. احنا بنتكلم ان التيست البروب ده بيتاخد النهارده، بكره مش هيبقى موجود في جسمك، فبيقعد 48 ساعه في الجسم ولازم تحقنه تاني، فبنضطر نحقنه يوم بعد يوم. زيه زي الترمبلون بيتحقن برده يوم بعد يوم.
زي الحاجات الشورت يا اسطى كلها زيه زي الاستنازول، بس انا ممكن تاخده كل يوم عادي. ف لازم نحط بالنا في الكلام ده، ان احنا في حاجات لونج استر وحاجات شورت استر، فاحنا يا ريت نقرا نعرف ايه هو اللي احنا هناخده ده، فاحنا لازم نعرف ونفهم طبيعه الاسترويد اللي احنا هناخده. دي حاجه. نخش بقى الجزئيه الثانيه، الشركات بتاعه الاسترويد. الشركات كلها واحده يا جماعه، بس في شركات جودتها عاليه زي مثلا الالفا مثلا او التايجر، او في حاجه اسمها فارماكوم او فارما لابس، الكلام ده كله حاجات عاليه بتتدرج في سعرها. في انواع تانيه رخيصه، بس احنا بنشوف انضفهم واحسنهم وبنجيبه. فمعلش ما تجيبليش فايل الفا او تايجر وتقارنه بإليفانت. إليفانت اكيد مش هتعمل نفس الافكت بتاع الفا. انا شايف ان ممكن تكون إليفانت اصلا حاطه كله تيست بيتهيألي، يعني مش الماده اللي موجوده ديت مش هي هي. بينما في الفا والكلام ده غاليه، بس النتيجه انا مجربها قبل كده وشايف زي النيما فارم. النيما فارم ملهاش اي 30 لازمه، مش عارف الناس بتجيبها ليه. زي في شركه اسمها سيوز لام، مش عارف تغلفها شكله مريب بالنسبه لي. فاحنا لازم نقرا عن الشركه، نعرف الشركه دي كويسه ولا لا. انا بجيب تايجر بتعامل معاه بقالي كتير، خلاص بلاش بقى ان انا اقول لا انا الاسعار غليت. طب ما هتغلى 100 جنيه ماشي يا عم، انت جسمك مش حاجه عشان تجرب فيها. الحاجات ديت ممكن تكون الزيت ده مش كويس، تقوم واخده مثلا في البايسبس يعمل لك خراج، يبقى انت كده زعلت نفسك. فلازم نخلي بالنا من النقطه دي، ما ينفعش ان احنا نسترخص في الشركات. في شركات ذو جوده اقل سنه وكويسه، وانا جربتها ولقيتها كويسه اللي هي كوهو، ماشي اقول لك ماشي. لكن ما تجيبليش حاجه زي نيما فارما هتلاقيها اغلى من كوهو ديت ومش شغاله، فاهمين؟ يعني كوهو ديت تركيزها اقل سنه من الالفا او التايجر، بس شغال حاجه في الشغال. لكن ما تجيبليش مثلا إليفانت وتقول لي انا هاخدها، مش هتعمل حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، نخش في السايت او اللوكال انجكشن. ناس كتير بتقوم حاطه سرنجه مثلا كده وتقوم ضربه على طول. المفروض ان انت بعد ما بتدخل السرنجه بتسحب، تتاكد اذا كان ضربه في عرق ولا لا، الاورده اللي بره دي، العروق اللي جوه خالص في العضلات او العكس، يعني مش متذكر، بس بيتهيألي العروق هي اللي جوه خالص. فانت لو السرنجه ضربت في عرق وسحبت طلع دم، خلاص غير مكانها، تقوم شايلها وحاططها في مكان تاني. لكن ان انت تقوم دايس من غير ما تسحب، ده ممكن الزيت ده لو دخل على القلب ممكن يعمل مشاكل كتير جدا، ممكن الشخص اللي قدامك ده يجيله مشاكل في القلب بسبب الكلام ده. فارجوكم ما تجربوش. يعني انت ما انا اي نعم بعمل سايت انجكشن لنفسي، بس انت بلاش تجرب في نفسك، مفيش حد معاك فاهم خلاص، علشان ما تقعش في دوامه انت هتتعب نفسك فيها، لان انا شفت الحاجات دي كتير وعارف الكلام ده كتير. نيجي بقى لحاجه تانية، وهي الشغل بتاع الكباتن. في كابتن يوم جاي يقول لك انا هحولك بس مش هعرفك انت بتاخد ايه، للاسف ده شغل يا ابني. يا عم شغل ما هو النت مليان الكلام ده. فانت لازم تكون عارف انت ايه اللي داخل جسمك. هو هيسقط. انا الناس اللي بيبقى تحت ايدي وماسكهم ساعات بنسى والله الحاجات بتاعتهم. فانا بكون معرف اللي قدامي الجدول بتاعه ومديله الجدول وطابعه له، بحيث ان هو خلاص انت يا ابني عارف 1 2 3، لان انا بيبقى في ناس تانية كتير فممكن اسقط، فاهمين؟ فلازم انت تعمل نفس الكلام. فما ينفعش انت تكون مش عارف تاخد ايه وتقوم واخد. يعني مثلا انا بحبش الديكا في الاول مثلا، غير لناس حالات معينه، الحالات اللي انا ببقى عيني عليها قوي فخلاص عارف هو هيمشي ازاي. لكن في ناس مثلا تقوم جايه واخده ديكا في الاول وهي مش عارفه يعني ايه جاينو، وبتعمل مثلا على الحلامات كده وحاسه بوجع تقول لك لا ما هو ده عادي. لا، ما انت بعد كده هيتكون عندك جاينو وهيتعبك. في ناس تانية ممكن تقوم قايله لك ده جاينو، انا هبتدي ان انا اخد نورفاديكس. طب ما ممكن تكون جاي من البرولاكتين، ده بيبقى في حالات الترين بيعمل جاينو بسبب البرولاكتين، مش بسبب الاستروجين والكلام ده. فلازم نبقى عارفين الكلام ده، ما ينفعش ان احنا نخش كده وخلاص. بس فاتمنى انتوا استفدتوا، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه هنبتدي سلسله حلقات جديده ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.